الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الورد إن شاء الله مجرب من عند المشايخ، يقضي الأشياء المستعصية وفيه منافع عدة. يقولون المشايخ بإن لو طبقته سترى فيه منافع جيدة، خصوصا للقلب. من أراد أن يكون خاشعا في صلاته وفي قراءة قرآنه أو في ذكره والتركيز والذاكرة وفي عديد من الأسرار، تقولها 40 مرة وراء صلاة الفجر يوميا لمدة 40 يوم، 40 مرة، وتطلب حاجتك في الآخر، حاجتك: لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، 40 مرة، لمدة 40 يوم وراء صلاة الفجر. أي شيء تريده يقضى إليك ويأتيك بين يديك من المجربات. المشايخ ينصحون بهذا الذكر أنه فيه أثر عظيم، كذلك لقضاء الأشياء واللطف بين الناس، يعني محبة الناس إليك. وأي شيء تريده يقضى إليك، عمل، زواج، أي شيء بإذن الله. كنت مريضا تشفى، أي شيء بإذن الله. لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، من المجربات العظيمة. تقضي الأشياء المستعصية وتسهل أمورك كلها إن شاء الله، كل شيء سيسهل إليك إن شاء الله. ما عليك إلا النية والتركيز يوميا في الصباح وسترى منها العجب. أي شيء ورد جد سهل وذكر جد سهل وسترى به العجب إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله